ملاك هو عمل سينمائي بيعيد رانيا يوسف للشاشة الكبيرة. فهل بتعتبر رانيا يوسف ان الفيلم هو عودة الى الافلام البطولة النسائية؟ لا، ما فكرتش فيها كده، على قد زي ما قلتلك ان انا فكرت فيها انها تجربة جديدة على السينما المصرية. يمكن حصلت تجربة او تجربتين في افلام الرعب وحاجات كده، ما اعرفش، متهيقليش ان هم نجحوا قوي، بس انا احب ان انا اجرب عشان اتعلم. فبس ما فكرتش فيها اذا كانت يعني بطولة نسائية بالطريقة دي. لا، ما فكرتش فيها بالطريقة دي. فيلم ملك من تأليف إسلام يوسف ومن إخراج المخرج الشاب أيمن الرفاعي، اللي دعمته رانيا يوسف في هذا العمل وما خافتش أبداً إن هو مخرج شاب. أنا طول الوقت بحب أتعامل مع الشباب، بيبقى عندهم حماس، بيبقى عندهم حماس إنهم يثبتوا نفسهم، موهبتهم، عندهم طاقة، عندهم حاجة جديدة عايزين يقدموها. فأنا بحب إن أنا أخد التجربة وأتعلم، يمكن أتعلم منهم حاجة جديدة أنا ما أعرفهاش.